هذا وشدد إسماعيل على أهمية دور المرأة بعدما أسهمت بقوة في ثورة 30 من يونيو، وقدمت بعد الثورة مئات الشهداء دفاعا عن الوطن في مواجهة الإرهاب. إن انعقاد مؤتمركم هذا في وقت يواكب احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو لشيء عظيم، فتلك الثورة وإن كانت ملكا للشعب المصري بأكمله، إلا أن المرأة المصرية لعبت فيه دورا بارزا يؤكد عمق معرفتها بمصلحة الوطن واستعدادها للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبله. والحقيقة أن دور المرأة المصرية لم يقف عند حد المشاركة الفاعلة في الثورة، ولكنه امتد بعد الثورة ليقدم التضحية والفداء في معركة القضاء على الإرهاب. فلقد قدمت المرأة المصرية الابن والأخ والزوجة شهداء في معركتنا ضد قوى الجهل والظلام. ولكل هذا ومن أجل ما قدمته وستقدمه المرأة المصرية لوطنها مصر، كان إعلان القيادة السياسية المصرية عام 2017 عاما للمرأة المصرية.